أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يفهم من كون لحم الحمر الأهلية كان مباحا أنه كان قبل تحريمه طاهرا فلما حرم صار نجسا؟ كنتم تعلمون أن التحريم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما كان قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه حكمه حكم ما كان قبل التشريع، ما كان قبل التشريع لا يؤاخذ عليه لأنه لم يأتهم دليل على منعه، فيكون باق على الأصل، فإذا جاء الدليل والمنع يمتنعون. نعم، فهم باقون على الأصل أنه لا مانع من أكل لحوم الحمر الأهلية، باقين على الأصل. نعم.